السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع أكلة جميلة. الأكلة دي مرتبطة بمناسبة سعيدة، عيد الأضحى. دايما بنقول في عيد الأضحى عيد الإيه؟ الفتة. النهاردة حكايتنا مع الفتة. الفتة جاية من فتات الخبز وزبادي مع لحم، ودلوقتي هنعرف الفتة دي جديدة، أكلة جديدة ولا كانت قديمة؟ لا، الفتة أكلة قديمة ترجع لعهد الفراعنة. فنجد إن في معبد من المعابد الفرعونية القديمة، معبد اسمه سوبك، كانت هناك كاهنة فرعونية اسمها كارا. هذه الكاهنة قامت بذبح خروف، وحشت الخروف بالبرغل والبصل، ووضعت الباذنجان المقلي وقطع الخبز الصغيرة، وأضافت المرق، ووضعت الثوم والخل والبصل. الكلام ده عشان الاحتفال بإيه؟ بأحد الأعياد للتماثيل اللي كان الفراعنة بيعبدوه. يعني شفتوا بقى، وصفة جميلة للكاهنة الفرعونية كارة، وصفة الفتة. هتلاقوها هذه الوصفة مكتوبة ومرسومة ومنقوشة على معبد سوبك من المعابد القديمة. فنجد ان المصري كان بيعمل الفتة لعدة اغراض. الغرض الاول ان هو يتقرب من التماثيل اللي بيعبدها، يتقرب منها، يعمل لها اكل عشان ايه؟ ترضى عنه. ده في اعتقادهم كده. تاني حاجة، يتقرب من الملوك عشان يفيدوه في الحياة. تقرب منهم، اعمل لهم أكلة حلوة. تمام؟ يعمل الأكل عشان التماثيل، ويعمل الأكل عشان الملوك عشان إيه؟ يفيدوه في الحياة. وكان المصري مشهور بإيه؟ بالخل والثوم في الفتة. المصري من زمان مشهور بالخل والثوم، ولسه قايلين لكم من شويه وصفه الكاهنه الفرعونيه كارة اللي كان فيها الخل والثوم. ودي كانت حكايه طبق الفته، اشهر الاطباق في عيد الاضحى. واقترب عيد الاضحى، وكل عام وانتم بخير، والى اللقاء في لقاءات اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.